لا تفارق هذا الرجل بخاخة داء الربو ليستخدمها لعدة مرات في اليوم الواحد في معالجة نوبات الاختناق التي يتعرض لها بسبب الروائح المنبعثة من النفايات المتراكمة في التمر الصحي بعد أن امتدت إلى المناطق السكنية. أنا عندي ربو، يعني هاي البخاخة مالتي أنا كل أسبوع أو 10 أيام أو 15 يوم أكثر أنا أبدأ أشتري بخاخة من وراء الريحة الكريهة. أنا عندي ربو، ابني عندي ربو، يعني المسؤول يعني لازم يشوفنا نحن كمواطنين، يشوف حالتنا، يعني هاي حالتنا اللي نحن مأساة بيها من وراء هاي الأوساخ هاي. مشكلة تراكم النفايات تخلصت منها معظم بلدان العالم بعد تحويلها إلى مصدر للطاقة، ومنها من هيأت مواقع لتجميعها بعيدة عن المدن، إلا في العراق الأمر غير ذلك، فمدينة الموصل محاطة بمواقع التمر الصحي حتى وصلت النفايات إلى عمق المناطق السكنية مسببة الأمراض والأوبئة للمواطنين. والله ده نتأذى بالليل، خاصة بالليل إذا مثل الكهرب مقطوع وهذا يطلع على السطح، ما يقدر يطلع على السطح، ينام جوا داخل، لازم يفتح الشبابيك، من يفتح الشبابيك هم الروائح تدخل البيت، مخاطرة طبعا تجيب أمراض مبيئة للأطفال، تنفس من يتنفس الريحة مال هاي كلها روائح كريهة مال النفايات، هذا يأثر على الأطفال. التوسع في البناء الغير مدروس وبشكل عشوائي وعدم سيطرة الجهات المعنية على التخطيط العمراني كان سببا في وصول أحياء المدينة إلى مناطق لا تصلح للسكن البشري، ومنها مواقع التمر ومحطات الكهرباء والمعامل الصناعية. نحن في صدد أن يكون هناك تغيير وتحديث للتصميم الأساسي لمدينة الموصل، وهناك اجتماعات متتالية حول إنهاء هذا الموضوع بإذن الله تعالى. بعد أن تتم المصادقة في على التصميم وإنهائها، سيكون هناك لدينا مواقع بديلة لكل التمر الصحي، الأحياء الصناعية، المعامل، يجب أن تنتقل إلى خارج مدينة الموصل، ولا سيما أن هناك لدينا تقارير من دائرة البيئة التي أشرت الوضع الخطر على سلامة المواطنين. رغم وعود دائرة البلدية برفع النفايات والأنقاض المتراكمة من حزام المدينة وداخلها، إلا أنها تلكأت بذلك، عازية السبب على النقص الحاد في الآليات في ثاني أكبر مدن العراق. أنس الشرقي من الموصلة، قناة الرشيد الفضائية.